والله جيم. وصلنا للمثال رقم 6. هذا المثال طبعا خلي ببالك كل الأمثلة اللي راح نحلها اليوم هي تعتمد على تحليل القوى، والتحليل متلخص إنه تحلل القوى إما بالاتجاه الأفقي اللي هو اكس اكسس أو بالاتجاه العمودي اللي هو واي اكسس. زين، the link in a figure A اللي هو هذا اللينك is subjected to two forces، يعني تعرض إلى قوتين، قوة F1 هاي ال F1 اليمين مايلة بزاوية 30، وال F2 موجودة قيمتها 400 نيوتن وعندها زاوية تشكل زاوية 45 مع العمود. Determine the magnitude and direction of the resultant force. طبعا هنا هو شو مسوي؟ هنا منطيك قوتين بس رايد من عندك باستخدام طريقة التحليل، او انه ما محدد مثلا. هسه بهذا السؤال ما محدد، ده يقول عندك شكل موجود وهذا الشكل فشي اسمه لينك او رابط. هذا الرابط هو يتعرض الى قوتين، وحده F1 وحده F2. فيريد من عندك تحسب determine the magnitude and direction of the resultant force. اذا ما حدد انت تقدر تحلها باي طريقه، تقدر تحلها بطريقه المثلثات اللي هي اخذناها بالمحاضرات السابقه، او بطريقه التحليل اللي هو اخذناها اليوم. فانت اول شيء تبادر ذهنك حتى تحل هذا النوع من الاسئله مباشره تروح على تحليل القوة. بكل بساطه تحلل هاي القوه الى اكس اللي هي F1 كوساين 30 واتجاهها شوفها اليمين. زين، هنا طبعا دا يشتغل هو محصله. خلينا ناخذ التفاصيل هنا. شوف ال 600 كوساين 30 ينطيك المركبه الافقيه. شوف 600 كوساين 30 مباشره دامج خطوتين بخطوه واحده، يعني بدل ما رايح جامع القوه باتجاهاتها ومسميها ار اكس على حده او اف اكس وبعدين مسوي الار اكس، فهو دامجها بخطوه واحده لان اعتبار قوتين، فالعمليه سهله ما عندنا شيء بيها، ما عندنا مشكله بيها. 600 في كوساين زاويه 30 ناقص، لان تشوف اتجاه السهم بالنسبه للاف 1 يكون لليمين، بالنسبه للاف 2 راح يصير شنو؟ لليسار. وش قد الساين؟ ساين ال 400، او نقدر نقول كوساين العفو 400 ساين ال 45. نقدر نقول ساين، نقدر نقول كوساين. ليش؟ لان الساين والكوساين بالنسبه للزاويه 45 هو نفسه. فبالتالي ايش طلع عندي؟ طلع عندي 600 في كوساين 30، طلعت عندي اشاره موجبه. يعني انت هسه من تاخذ 600 كوساين 30 تطرحها من 400 ساين 45 راح تطلع لك ايش قد؟ 236.8، بس الاشاره موجبه. اوكي؟ والاتجاه نعم نعم اكو سؤال؟ لا استاذ تم. خلينا نجرب على اليمين بس، خلي اجرب هنا ال 400 قد قيمتها؟ 30 ساين 30 هو نص على ما اعتقد، على ما اتذكر صح 0.5، يعني ايش قد عندي؟ 600 نصها 300. اوكي، فهاي متفقين عليها. خلينا نشوف هنا ال 45 ناخذ الساين لها. الساين هذا الساين في 400 يطلع عندي 282. طبعا ال 282 هذا بالسالب، فاكيد 300. دكتور جربت الناتج؟ اي قد يطلع الناتج؟ 236.77. اوكي، موجب مو صح؟ بالموجب. تمام، اذا متفقين على انه هذا يكون موجب واشارته تكون. اكو مشكله اذا تصير عندي يعني حتى بالمالتيبليكيشن، بس خلي اتاكد من هالنوبه مره ثانيه. 400 في احتمال نقول ساين، لا مو هيك شيء، خطأ. 45 كثير او كثير، 45 تاخذ لها الساين. هاي شنو؟ هاي شنو ساين دي؟ اوكي، ساين ديجري، ساين ديجري هي 400 282. اكيد طلعت الناتج صح؟ اكيد استاذ، هاي 600
ايه 600. كوساين 30 اوكي، اعتقد انا اخذ الساين، انا خطأت، ناقص المفروض كوساين. صحيح اتشيك، شوفوا ال 30 أربعمية سبعة وخمسة وأربعين. صحيح، انا اخذت الساين في مضبوط كلامك، انا اخذت الساين تمام مضبوط. 519 ناقص 200 وكل شيء يطلع اوكي صح. المهم فطلع عنده موجب، انت شلون يعني هذا المقدار اكبر من هذا المقدار، فاكيد الاشاره مالته هو موجبه، وبالتالي وهي اصلا حتى منطقيه لا تباوع. شوف هسه خلينا نتجرد من كل الحسابات الرياضيه، عندك فيكتور انتبه 600 وعندك فيكتور 400 عاكسه. شوف هذا الفيكتور ميلانه شقد 30 درجه، وهذا الفيكتور ميلانه 45 ميل افق. طبعا المركبه الافقيه لهذا الفيكتور راح تكون اكبر من المركبه الافقيه لهذا الفيكتور، لان زاويه الميلان هنا اقل. فمنطقيا قبل ما تطلع الارقام تقدر انت تخمن تقول اي اوكي المركبه الافقيه للاف 1 اتوقع فد 80% هي اكبر من المركبه الافقيه الخاصه بالاف 2. فالمهم نرجع على الواي، الواي عندي هنا اثنيناتهم للاعلى، فاثنيناتهم موجبين 600 ساين 30 زائد 400 كوساين 45، يطلع عندي 582 للاعلى. زين هذا عندي محصله القوه باتجاه الاكس ومحصله القوه باتجاه الواي. انا المحصله الكليه واتجاهها، محصله كليه احنا قلنا بدنا نستخدم الواي والاكس اللي هي ريكتانجلر اكسس، يعني تحليلي صار التحليل مالت الزوايا بنيته على اساس محاور متعامده، واللي هو راح يكون فيثاغورس الاول تربيع الار اكس تربيع الاف ار اكس اللي هو هذا تربيع زائد هذا تربيع اثنينات موجب، وتحت الجذر نحصل على المحصله. وعندي الزاويه هي تان انفرس، من هو تان انفرس العمودي الار الاف ار اكس الاف ار واي مقسوم على الاف ار اكس، وناخذ التان انفيرس طلعت الزاوية 67.9. اكو سؤال لحد هاي اللحظة؟ استاذ نقطة ولا صغيرة استاذ؟ نعم تفضل. بس استاذ بنعرف طريقة السؤال، يعني معرفته يعني شلون انت رجمه او كذا، يعني اذا اقول لك والله تقوم يعني شلون يعني تخليني موقف مو حلو. استاذ طريقة السؤال هسه غير اعرفه. اي تعرفه يعني هسه انت عندك، شوف هسه انا راح اعلمك باوع. شوف انت 90% من الاسئله تجيك بشكل شنو؟ بشكل فيجرات، فيجر يعني شكل. فانا اقول لك، انا قلت لكم باول محاضره هاي المصطلحات الانجليزيه اذا انت تمر عليها مره مرتين، بس بشرط بالمره الاولى وبالمره الثانيه تفهم شنو انا دا اقول، بعد تصير عليك سهله. يعني اكو واحد ما يعرف الفورس؟ كلنا نعرف الفورس، قوه، فورس، فورس قوه، ريزلتنت محصله اكتبها يمك اوكي. الماجنتيود قيمة القوة، والدايركشن هو زاوية المحصلة او الدايركشن هو الزاوية. فذني انت بس ذني يعني تتعب عليهن بمحاضرة محاضرتين تعرفهن خلاص تقدر تفتهم ايش يصير. هسه منطوق السؤال عيفنا من كل شيء، خلينا نشوف على منطوق السؤال. هذا السؤال منطوق السؤال السادس، ذا لينك ان فيجر اي. هسه اللينك اتركه، يعني ماكو داعي تفهم شنو معناته اللينك، كانما دا اقول لك انت المفروض تكون يعني عندك ملكه انه تقول يابا يقول لي باوع الفيجر، هذا الفيجر يا فيجر اي از سبجكتد تو تو فورسز، هو فعلا بي قوتين، يعني سلطت عليه قوتين او بي قوتين، وهذا بي قوتين فعلا اف 1 واف 2. هسه نقطه، خلاص عرضت لك المعطيات، شنو المطلوب منك؟ ديتيرمن يعني احسب، اما اقول لك ديتيرمن او اقول لك كومبيوت او اقول لك كالكوليت، كلهم نفس الكلام، بس احنا نستخدم ديتيرمن يعني احسب ماجنتيود قيمه اند دايركشن. الدايركشن قلت لكم الاتجاه او نقصد به الزاويه، سجلها يمك السنه دا اشرحها. اوف ريزلتنت فورس يعني لمحصله القوى، محصلة يا قوة غير اف 1 واف 2 ما عندي غيره. فانت تقدر تباوع على الفيجر وتباوع شنو المطلوب من عندك بالسؤال، مطلوب من عندك قيمة واتجاه المحصلة الكلية، فهاي بسيطة يعني ما يراد لها شيء. وبالمناسبة وحتى اي وحتى لو دخلت، خلي اشوفك الثاني هسه، خلينا نفرض الثاني دخلت، هذا كوبي سويت له
كوبي يابا كلنا عندنا جوجل ترانسليت، هذا جوجل ترانسليت، اروح على جوجل ترانسليت، وين هذا جوجل ترانسليت؟ خلاص كوبي بيست، نعم جوجل ترانسليت، هنشوف شو يقول لنا جوجل ترانسليت. الارتباط بالشكل اي يخضع لقوتين، هذا نفس الكلام اللي قلت عليه، اوجد مقدار واتجاه مقدار واتجاه القوة للمحصلة. طبعا خلاص اتجاه وقوة المحصلة الكلية، فما يعني لا تاخذ هذا يعني تمام استاذ تمام اي اخرتك هواي استاذ دكتور. لا لا عيني ما اخرتني، بالعكس انا بس دا احاول اعلمكم طرق حتى انت تستفاد، لان انا هدفي الاول والاخير انه انت تستفاد. اي والله استاذ شكرا. الله يسلمك. خلينا نشوف السؤال السابع او الاكزامبل السابع، بس خلي اتحرك بعد شويه اشوف شنو بعد عندنا. بعد المثال السابع عندنا امثله، خوش حكي تمام. هنشوف السابع وبعدين نتحرك للامثله، راح اعطيكم اياها بشكل هومور، وبعدها نروح لشيء اخر يشبهه بس شويه اكثر تطور شويه طبعا، وممتع جدا لانه هو تقريبا موجود بحياتنا الطبيعيه، نتعامل مع هذا النوع من القوى اللي هو 3D forces، القوة بال 3 دايمنشن. راح ناخذ اول اربع امثلة ونتوقف. زين لان يفيدنا بالمومنت، بالمومنت نحتاج نعرف ال 3 دايمنشن. كنت بالبداية صراحة انا مقرر ما انطي، بس بعدين بالاتفاق مع ست آلاء تدريسية القسم المسائي يعني قسم الكهرباء بالمرحلة الأولى، بعد المناقشة وصلنا إلى نتيجة أنه لازم ننطي. أوكي خلينا نشوف المثال رقم سبعة، خلينا نشوف الترجمة مالته. هل ما عندك تحاول يعني تفهم وياي؟ The end of boom O، هذا مبين، هذا عندك O كابيتال تشوفه، وهذا عندك في جزء ميكانيكي اسمه بوم، يعني أي تسمية أي ستراكشر. شوف من هو يوسف 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 انضمت لنا للاجتماع صح؟ يوسف تسمعنا يوسف؟ استاذ عدنان الضعيف. نعم نعم اي بلي ان الضعيف هو ماكو هسه، هو خارج الايميل الجامعي دخل، يعني معناته هسه هو دخل ما داخل سابقا، فهمتني؟ لا استاذ هاي اول مره يوسف، اول مره ادخل لل اي نعم دكتور. وين كنت يوسف؟ دكتور ما كان عندي ايميل، ومن يعني صار لي ايميل فشوية لخبطة في الوضع. اي بس هسه انت هذا الايميل مالتك مو ايميل جامعي، هذا ايميل شخصي. لا يعني انا ما اي ما اعرف شلون استخدمه، فيعني اول مره قلت لك دكتور. بلي حاول تستفسر من زملائك الطلاب اللي وياك بالمرحله حتى تدخل بالايميل الجامعي، لانه ترى قربت الامتحانات النهائي الفصل الاول. اذا دخلت ان شاء الله ان شاء الله اذا دخلت بايميل غير الايميل الجامعي ما راح نسمح لك، لانه هاي التعليمات هيك تصير. اوكي حتى الايميلات الجامعيه كلها تحت المراقبه ان شاء الله ان شاء الله. انت ابقى ويانا يعني ابقى هسه بالمحاضره بهذا ايميلك، بس حاول تتعلم من زملائك ان شاء الله ان شاء الله. اوكي خلينا نكمل. فالمثال رقم سبعة the end of boom اللي هو O capital، هاي نهايته بالفيجر اي، is subjected، subjected يعني تعرضت الى two، subjected to تعرضت الى three، شنو؟ concurrent coplanar forces، يعني ثلاث قوة امتدادهن يتقاطع، و يعني امتداداتهم متقاطعة واقعة بمستوى واحد. هذا تذكرون التصنيف مالت القوى اللي اخذناها concurrent coplanar، واكو اكو current coplanar، وهكذا اكو non concurrent non coplanar. المهم فهاي التصنيفات، وايضا اذا انت مبين واضح عندك بالسؤال مبين كل القوى واقعات في مستوى واحد وامتداداتهم متقاطعه، وين متقاطعه؟ بالنقطه او هي تتاثر على النقطه او. زين او فهسه هذا المعطيات، طبعا احنا نعرف كنا في كل سؤال اكو معطيات واكو مطلوب. المعطيات هاي اللي معطيات الرسم والشكل والقوة. المطلوب من عندي determine the magnitude and direction of the resultant force، يعني اريد من عندك
قيمة واتجاه المحصلة، محصلة القوى. من أقول محصلة أقول لك معناته اختصر لي ثلاث قوى في قوة واحدة وقل لي وين اتجاهها. زين، علمناكم بشكل مبدئي إذا أنت عندك قوتين فما فوق، يعني قوتين العفو ثلاث قوى فما فوق، تستخدم أسلوب التحليل. فعندي هنا ثلاث قوى ينطبق عليه أسلوب التحليل، طبعا ينطبق عليه أسلوب المثلثات بس يكون شوية مزعج، يفضل أن تستخدم أسلوب التحليل. الحل شنو هو؟ Each force is resolved into its x and y component. يعني كل قوة حللناها إلى ما يقابلها باتجاه ال x وال y. يعني القوة المائلة بزاوية حللها لل x وحللها لل y. Figure B summing the x component we have. خلينا نشوف هسه احنا نجي. هذا اللي figure B. بالfigure B يبين لك. هاي القوة الـ F1 هي قيمتها شقد؟ 400 نيوتن. مركبتها الأفقية شقد؟ من يقدر يقول لي؟ من يقدر يقول لي المركبة الأفقية شقد؟ صفر أستاذ، لأن هي وقع على الخط. أحمد شوف، أنا هي قيمة، هي القوة F1 شقد؟ شقد؟ شقد قيمتها الحالية؟ شقد؟ 400 نيوتن، صح لو غلط؟ 400 نيوتن. زين، هي وين واقعة؟ على اكس لو على الواي؟ على محور الاكس. على اكس، ممتاز. زين، اذا مركبتها بالاكس ايش قد؟ 400 ستون. 400 امير، وكذلك احمد. احمد انت هي القوه افقيه واقعه على اكس، ف 100% قيمتها الافقيه هي 400. 400 اي. الواي ايش قد؟ الواي ايش قد احمد؟ احمد اريد بهيج حالة راح تكون الواي صفر صار، لأنها مواقع الواي أصلا. ممتاز، لأنه ماكو مركبة لهاي القوة على الواي، فهي قيمتها صفر. وإذا أنت إذا تنظر لها هسه منظر جانبي مثل ما قلت لكم، راح تشوف، شوف انتبه علي، هاي القوة خليني أرسم لك إياها هنا بالوايت بورد. شوف هذا، هذا هو الأكس أكسس، وعندي قوة خلينا نفرض هاي القوة بهالشكل. إذا تنظر لها، شوف أنا عادة أرسم هذا الرسم اللي هو يمثل العين البشرية، من تباوع انت من هالمكان بهالاتجاه، بهالاتجاه راح تشوفها المسقط مال هذا السهم نقطة. هاي النقطة وين صايرة؟ بالاوريجن، بنقطة الاصل، فلذلك مسقطها نقطة معناتها صفر. بس اذا تنظر له منا راح تشوف هو نفس قيمته اللي هي 400 واقع على اليمن على الاكس اكسس. فانت بالنسبة للقوة اللي تقع على المحور قيمتها، شوف بس خلينا نفرض هاي القوة هي واقعة على الاكس اكسس قيمتها 400، هاي الاكس اكسس مالتها او الكومبوننت على الاكس اكسس على الاكس اكسس 400. اذا كانت القوة هنا 400 فهي واقعة على الواي، مقدار الاف اكس مالتها صفر، بس مقدار الاف واي ايش قد؟ 400. بالنسبة للقوة المائلة لا، شنو بيها؟ بيها دائما مركبتين، مركبة تكون على الاكس اكسس، مركبة ثانية وين تكون؟ على الواي اكسس. فاذا احنا الان متفقين بشكل نهائي انه القوة 400 بيها بس مركبة افقية ما بيها عمودية. اوكي، ولو ردنا خلينا نفرض احنا غلطنا ونريد نحول هاي المركبة نشوفها قد قيمتها على الواي، فش راح نقول؟ هاي الزاوية هنا بين الاكس والواي قد 90، فمن اخذ كوساين الزاوية قد راح يطلع كوساين 90؟ صفر. صفر، خلاص الـ FY then صفر. فثبتناها ماثيماتيكلي رياضيا وثبتناها فيزياويا، يعني هي واقعة فقط على الاكس اكسس. زين، بعد شنو عندي؟ عندي الـ F2، بس احللها تصير F2 250 كوساين 45، بس شوف اتجاهها، دير بالك تنتبه، الـ F2 اتجاهها موجب صح؟ لان اتجاهها لليمين المركبة الافقية. عندي الـ F1 الافقيه اللي هي نفسها، يعني اقصد هي الاف 1 اللي هي اصلا افقيه، اتجاهها على اليسار اشارتها سالبه، اتجاهها معاكس بالضبط. زين، عندي الاف 3 من اجي احلل الافقي والعمودي، الافقي مالتها ايضا اتجاهها يكون معاكس، فايش راح يصير عندي؟ شوف انتبه، ناقص 400 طبعا مجموع محصله القوه على اكس اللي هو سميشن اف اكس، او نسميه احنا اف ار اكس. ليش سميناه اف ار اكس؟ الاف قوة، الار محصلة، اكس باتجاه الاكس،
فمحصلة القوة باتجاه الـ X يساوي summation للـ Fx ويساوي إنه هو نفس الشيء FRx يساوي ناقص 400 اللي هو هذا الناقص 400 بعدين عكسه راح يجينا شنو هو ناقص 200 بس تنتبه هناش منطيني مثلث وهذا تنتبه على المثلث قلت لكم المثلث إذا أنا هذا أريد أخليه أفقي راح أضربه هنا شوف هاي الزاوية اللي هنا 3 على 4 شو تمثل لي تان إنفرس يعني الزاوية راح أحسبها أنا أريد المركب الأفقية فصير مجاور على من على الوتر لأن أنا أفقية والأفقية شوف المجاور هو اللي هو 4 توازي الأكس أكسس فأربعة على خمسة شوف أربعة على خمسة مضروب فيه 200 والإشارة سالبة تبقى عندي القوة 250 إشبيها بها زاوية فمجرد هي كوساين الزاوية ساين الزاوية أو كوساين الزاوية يشتغل لأن هنا 45 هاي 45 هاي 45 اثنيناتهم ينفع يطلع الناتج فطلع عندي الناتج إشبيه بالإشارة سالبة فأرفع الإشارة السالبة وأخلي اتجاه الفكتور كيفك تريد تبقيها سالبة تقدر تبقيها سالبة أوكي فهسه هذا بالنسبة للـ Fx's الـ summation Fx أو محصلة القوة باتجاه الـ X-axis شوف هنا كاتب لك ملاحظة the negative sign شوف الإشارة السالبة indicates تشير إلى that RFx acts on a to the left يعني معناته أنه محصلة القوة باتجاه الـ X-axis تروح وين الاتجاه left ليش من يقدر يقول لي ليش تقدرون تقولوا لي ليش بس خلياني لا بس نتجاوب للعفو لا تجاوبون بس خلياني احدد اكو ناس نايمين لحد لا بس عيد السؤال استاذ هسه عيد النت قطع بس عيد السؤال اذا مصر زحمه هسه عيد انتظروني بس انتظروني شويه اريد اشوف اكو طلاب ماكو يعني وينهم ما دعبتهم يمكن اكو طالبين عندنا بالكلاس بقيه الطلاب ما موجودين يمكن خلي اشوفهم موجودين بعدهم نايمين قاعدين خلي اشوف تبارك تبارك خالد تبارك خالد موجوده تبارك خالد تسمعوني طلاب بقيه الطلاب احمد تسمعني احمد قصر نعم استاذ نعم استاذ نعم استاذ واضح صوت تمام نعم استاذ نعم استاذ تمام. استاذ نعم استاذ واضح واضح عاش ايديكم تبارك راح نشيلها من الميتينج لانه هي اصلا ما موجوده ما اعرف وين اوكي اكو طلاب ما اعرف ما اعرف وين يروحون شلناها من تخاف استاذ خاف يعني يخافونه وهيك شرباك عندهم يصير طلاب يعني شنو الاشكال ما اعرف انا يعني انا فد يوم من الايام يعني نستخدم اسلوب محلو ويا الطلاب يخافون ليش يخاف ماكو داعي للخوف انا ما اعرف شنو اللي يصير بس خلي اشوف قد كتبت لك نعم استاذ موجوده ليش ما تحكي انت بارك بس انت صبروا لي بس خلي اشوف اوب بس لا راح التسجيل تفضل تبارك دا اسال السؤال اريد شفوي يعني جاوبيني ما راح اقدر ما يمشي الحال ويا الكتابه بالنسبه شوف السؤال شنو هو انا عندي هذا الميكانيزم هذا الميكانيزم بمركبات افقيه للقوه اف 1 واف 2 واف 3 من حسبت محصله القوه باتجاه الاكس طلعت عندي اشاره سالبه تقدرين تقول لي لنا ليش تقدرين تقول لي انه تبارك اذا ما عندك مايك قولي ما عندي مايك كتبي الكلام محمد انتظرنا بس خلي نشوف احنا بدنا نسال طالب محدد اريد اشوف اريد الاكتيفيتي مالت بقيه الطلاب صوت صوت قاعد لا صوتك كلش ما زين بقيت الطلاب صوتي واضح لو دي يقطع استاذ يقطع هسه صار زين يلا اوكي نرجع للي يسمع ليش هسه يقطع طبعا استاذ لا استاذ هسه صار زين كلش زين استاذ
واضح استاذ. تمام. ليش القوة محصلة القوة الإشارة أصبحت بها سالبة، محصلة القوة باتجاه الأكس، ليش هذا الرقم ظهر سالب؟ تفضل. حسين خالد إبراهيم، تفضل حسين. سألنا باتجاه اليسار؟ باتجاه اليسار، يعني هو صح باتجاه اليسار، بس أنا قصدي ليش صار سالب؟ ليش؟ يعني هو صح هو اتجاه اليسار، بس ليش؟ عبد الله تفضل. عبد الله تفضل. استاذ يعني هو باتجاه العكس بالقيمة السالبة، القيمة مجرد قيمة سالبة، بالقيمة السالبة. يعني كل إجاباتكم صحيحة مو خطأ، بس أريد بعد أكو إجابة أدق. أكو منتظر عبد الصاحب، منتظر بالله شوف إنه شنو شو تقول. استاذ لأنه القيمة اللي منتجها اليسار اللي هي 400 أي والميتين زين، اثنيناتهم راح يكونن أكبر من القوى المنتجة اليمين. ممتاز، جيد جدا، هذا اللي أنا بالضبط أريد تجاوبني عليه. أنتوا إجاباتكم كلها صح، بس أنا أريد من عندك وأنت تباوع علي من على الفقر تتوقع شلون راح تكون القيمة الإشارة أو شنو راح يكون محصلة الأكس أكسس. عندك قوتين اللي هي 400 وعندك مركبة أفقية من 200، يعني فأنت عندك يعني 400، شوف بس هي بس ال 400 أكثر منين؟ من 250. أو زين إذا هاي 250 راح تتحلل إلى مركبة راح تقل، راح تنزل عن 250، يعني هاي 250 قد تكون فد 100 زين، وعندي أنا 200 أيضا جزء من عندها راح ينضاف إلى 400، فأتوقع 100% 90% 90 بنقول 100% 90% من انه اتجاه القوه لمحصل اتجاه محصله القوه ويا الاكس هي راح تكون اشارتها سالبه للاتجاه اليسار. ليش؟ لان عندي قوتي عندي اف1 وعندي اف3 اتجاههم لليسار. شكرا جزيلا. هذا شوف هاي شوف فائده المناقشه، فائده المناقشه انه تقدر انت تحس بالميكانيزم اللي قدامك زين. فهنا هو ايش دا يقول؟ يقول ذا نيجاتيف ساين، الاشاره السالبه تشير الى انه محصله القوه باتجاه الاكس راح تكون لليسار، وهذا يعني انه النيجاتيف اكس دايركشن، يعني هذا يعني انه هو نيجاتيف اكس دايركشن از نوتد باي سمول ارو، مثل ما احنا وضحناه باكو سهم صغير الارو سمول ارو، هذا السهم الصغير سامينج the y component seals، يعني اذا اجمع ال y component مركبات القوه باتجاه ال y راح ينتج عنه شنو؟ خلينا نشوف زين. هسه من يقول لي ايش تتوقعون ولو هو قدامكم المحاضره ال y محصله القوه باتجاه ال y موجبه لو سالبه؟ خلي انا اختار اسم اذا تسمحوا لي، خلي انا اختار اسم عندنا نزار. شنو نزار؟ متمم؟ ما اعرف. معتمد. معتمد اوكي، معتمد نزار. معتمد ايش تتوقع يكون موجب لو سالب محصله القوه للاتجاه الاعلى للواي؟ يعني محصله القوه باتجاه الواي ليش موجب؟ موجب. ليش موجب؟ معتمد. أنا أعرف فيه موجب، بس أريدك تجاوبني مثل زميلك قبل شوية. خلي يشوف معتمد شو يقول. هو صح موجب، إجابته صحيحة مو خطأ، بس إحنا نرجع نقول ليش. أستاذ الصراحة ما منتبه لهذا الجزء مرتك. والقبلة منتبه عليه؟ إذا القبلة نسألك بالقبلة. معتمد. لا أستاذ موجب منتبه. ليش يعني انت يعني بس حاضر هيك شيء بس شنو بالبيت تتابع المحاضره لو بالشغل؟ لا استاذ بالسوبر ماركت شويه استاذ، ومكان مزدحم كل شوي واحد داخل فمنتبه. زين انت مو عندك محاضره وتعرف انه اكو عندك محاضره لو بس هيك بس شغله وتجي استاذ. انا موجود انا اشتغل بيها اعرف معتمد، فما اقدر اوصل. اعرف انت هذا مو حل، اللي هو انت تشتغل وتعيف المحاضره. اوكي تعيف المحاضره ولا دا اشتغل، هذا مو حل صراحة.
وانت تضر نفسك اكثر مما تفيدها. فعيد حساباتك. خلينا نشوف منو نسأله. خلينا اشوف منو اسأل بعد. امير عبد الكريم. نعم دكتور. امير شوف هذا قدامك الشكل، عندي قوتين مايله، طبعا ال 400 نعرف انه هي مركبتها باتجاه الواي اكسس صفر، هذا اتفقنا عليه. عندي قوه اف 1 واف 3 مايلات بزوايا، فحتما لهم مركبات على الواي. تتوقع هاي المحصله مالت القوه باتجاه الواي موجبه لو سالبه؟ دكتور موجبه. زين ليش موجبه؟ اتجاه الاعلى. اتجاه من وين؟ اتجاه منو؟ اتجاه واي ستار. اعرف منو الاتجاه من الاعلى؟ 250. بلي وال 200. ممتاز كل الزين، عرفت ايدك امير. امير شوف اريدك تجاوبني، شو تقول لي؟ تقول لي عندي قوتين وهذين القوتين مايلات، ميلانهن واتجاههن للاعلى. اذا اخذت المركبه العموديه لل 250 ولل 200 اثنيناتهم اتجاههم راح يكون للاعلى كمركبه عموديه. اوكي شكرا امير. زين فنرجع الان هسه شو نقول؟ شوفوا 250 كوساين الزاويه 45. خلي ازغر الشاشه شويه حتى نقدر، ولو ما راح تشوفون بس حتى شوف هنا 250 كوساين الزاويه 45، هذا ال 250 باي كوساين الزاويه 45 زائد شو عندي؟ 200. ال 200 انا قلت لكم اذا عندك مثلث انت مخير كيفك، تريد تاخذ تقول 3 على 4 تان انفرس تطلع عندك زاويه، وهاي الزاويه شو تقول عليها؟ تقول عليها ساين بالاتجاه الاعلى، او تسوي التشابه. التشابه شو يقول؟ يقول 3 على 5 اوكي مضروب في 200، 200 في 3 على 5 فيطلع عندي اتجاه القوه. طبعا طبعا المحصله هي موجبه واتجاهها راح يكون للاعلى، فصار عندي محصلة القوة باتجاه الاكس وعندي محصلة باتجاه الواي. راح شو اسوي؟ استخدم فيثاغورس. وشوف هنا من استخدمت فيثاغورس القوة مع اشارتها ما اثرت، ليش؟ لانه انا عندي تربيع، فاي سالب بالتربيع راح يلغي. فمحصلة المحصلة باتجاه الاكس تربيع زائد المحصلة باتجاه الواي تربيع، كله تحت الجذر نحصل على المحصلة الكلية. انا اريد المحصلة الكلية واتجاهها، الاتجاه راح يكون تان انفرس المحصلة باتجاه الواي مقسومة على المحصلة باتجاه الاكس، تطلع الزاوية 37.8. زين خلينا نشوف. نوت هنا ملاحظة، application of this method is more convenient، يعني اذا استخدم هاي الطريقة هي اكثر ملائمة، compare to using two application of parallelograms، اذا نقارنها مع استخدام parallelograms اثنين يعني متوازي مستطيلات مرتين، هاي العملية راح تكون أسهل. زين first to add F1 إلى ال F2 وبعدين then add to F3، يعني دي يقول لك بين قوسين إنه طريقة التحليل هي طريقة أكثر فاعلية وأسهل. شوفوا هنا الأمثلة اللي أنا أريدها من عندكم هوم ورك الأسبوع القادم راح تكون كالتالي. السؤال الأول يقول لك حلل resolve each force acting on the post into X and Y، هذا بس يريد تحليل. يعني السؤال الاول اللي هو F27 اللي هو فيجر 27 اريد بس تحليل من عندك باتجاه الاكس وباتجاه الواي، بس تقول لي يابا باتجاه القوه باتجاه الاكس هي هاي والقوه باتجاه الواي هي هاي. اللي بعده يشير determine the magnitude and direction of the resultant force، يريد محصله القوه وكقيمه واتجاه، وايضا عندك ثلاث قوه وهو نفس تقريبا نفس الامثله اللي اخذناها، ماكو شيء جديد يختلف عنها، بس مجرد تدرب نفسك على ارقام، مره منطيك زاويه ومره مش منطيك مثلث. زين الحاله اللي بعدها الثالثه determine the magnitude of the resultant force acting on the carbolol and its direction theta measured counter clockwise from the x axis. هذا هنا السؤال بس انتبه عليه، راح اترجم لك، راح احاول اترجم لك. قال لي قيمة واتجاه determine the magnitude of the resultant force acting on carbol، هذا الميكانيزم اسمه carbol، يعني جزء structure حديد، هيكل حديد اسمه carbol، يريد من عندك محصلة القوة ويريد من عندك الاتجاه اللي هي الزاوية measured، بس أنا أقول لك بشرط تنتبه عليها measured مقاسة counter clockwise، يعني counter clockwise يعني عكس عقارب الساعة from
الاكس اكسس شلون نسويها يعني؟ يعني نريد الزاويه المقاسه منين؟ هذا هو الاكس اكسس، شوفوا هذا الاكس اكسس كاونتر كلوك وايز، هذا عكس عقارب الساعه منا ولهنا. فشوف انت ما ادري المحصله هنا، المحصله قد تكون هنا، شو المشكله؟ ماكو مشكله، قد تكون هنا المحصله، وايضا قد تكون هنا المحصله، ما تدري انت وين، لازم تحسبها وتشوفها. ففي كل حال من الاحوال تقيسها منا. شوف هاي الزاويه، هو رايد الزاويه هاي كاونتر كلوك وايز، ماشي زين. بعد شنو عندنا؟ خلينا نشوف. ويعني بقيه الاسئله حاول تحلها لان كلها تقليديه نفس الشيء. بس هذا عندك سؤال 10، هنا بالسؤال العاشر ايش منطيك؟ منطيك المحصله if the resultant force acting on the bracket is to be هي 750، منطيك الار الكليه directed along the positive x axis. دير بالك تنتبه بشكل كبير انه المحصله معطاه وده يقول لك قيمتها هاي المحصله 750 واتجاهها واقع على x axis بالاتجاه الموجب. determine the magnitude of f، يريد قيمه الاف ويريد قيمه الثيتا. هذا هو السؤال بفكره بسيطه بس مو صعبه تقدر تلقاه. هذا شويه رادة تفكير ذني الاسئله بسيطه. وايضا هنا عندك السؤال اللي بعده 11 if the magnitude of resultant force acting on the bracket is، هالمره مش مهم منطيك، ايضا منطيك محصله ويريد من عندك directed along y العفو u axis determine the magnitude of f and its direction. وايضا منطيك المحصله فقط along منو اليو، يريد من عندك الاف والثيتا ايضا لازم تحسبها. واخر واحد determine the magnitude of the resultant force and its direction measured counterclockwise from the positive x axis. يريد ايضا هذا السؤال يشبه اللي قبله، ثلاث قوى يريد محصلتها، المحصله واتجاهها، بس الاتجاه بشرط مقاس كاونتر كلوك وايز من الاكس اكسس. لا بس بلان. نعم. نستخدم التحليل عندنا هوم وورك. نعم كلها هوم وورك. اوكي. سي ست اسئله هوم وورك، انا ان شاء الله راح انزل لكم اياها بمهمه. انا ليش اريدها مهمه؟ حتى انت تجاوبني على المهمه ينزل يمي بالجوجل كلاس روم اعرف اللي سلم واللي ما سلم. صح؟ لان تسليم الهوم وورك بوقته شيء جدا مهم. يعني انت عندك قدامك اسبوع، اسبوع القادم هيك وقت انت لازم مسلم، مرات انا اضيف يوم. اوكي؟ استاذ بلاز احمد. نعم. اوكي استاذ واضح. استاذ انا اسمي بالايميل كاتبين احمد حسين وانا اسمي احمد حسن، زين اذا سلم الواجب يطلع باسم احمد حسين لو باسم احمد لا حسن. لا تكتب على الورقه اسمك انت مو راح تروح تكتب تحل باوراق. اكتب نعم. اكتب على الورقه اسمك الصحيح. اوكي انا من راح انزل يمي؟ راح ينزل يمي باسمك الحقيقي او الاسم الصحيح. اوكي استاذ اوكي شكرا. تمام اوكي استاذ بس نعم. السؤال الاول اللي يريد الزوايا، السؤال الاول يعني قصدك اف 27 صح؟ لو منو؟ لو منو؟ يا سؤال بطل. محمد فوز لا بس العفو استاذ الله يا سؤال 27 27 27 بس يريد من عندك حللها بس تحليل، ما رايد من عندك لا محصله ولا رايد من عندك اتجاه. يعني احنا كل مره خلينا نقول الحاله العامه مطلوب عندك محصله وزاويه او المحصله واتجاه، من ضمنها يندرج التحليل. فهنا انا بس منطق تحليل يعني بالسؤال هذا بس حلل. هاي شوف الاف 3 يعطيها للاكس حللها للاكس، اللي اف 1 ما بيها تحليل للاكس اللي هي بس بالموجب بس للواي. فعندك قوتين، واحدة موجبة واحدة سالبة، خلاص. هاي F3 في كوساين الزاوية، الكوساين هنا عندي هو 3 على 5، فيصير 600 في 3 على 5. هذا اتجاهها موجبة. وهنا عندك 450 في كوساين الزاوية 45. أوكي؟ تريد تحسب محصلة كيفك باتجاه الأكس، ما تريد، هو بس يريد من عندك. Resolve each force acting on a pulse into X and Y component، فقط يريد تحليلها. التحليل قلنا اف كوساين او اف ساين فقط. هاي اللي بعده لا يريد 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 المحصله ويريد زاويه. واضح؟ واضح واضح. زين خلينا نستمر على المحصله للقوه اللي هي كونكرنت كوبلانر. الكونكرنت العفو كونكرنت نون كوبلانر. انا راح اعطيك فكره عامه عن هذا الموضوع. الفكره العامه لهذا الموضوع من عنوانه
محصلة القوة. الكونكرنت قلت لكم الكونكرنت امتدادات القوة متقاطعة بنقطة. نون كوبلانر ما يقعون على مستوي واحد. طبعا وذكرت بالمحاضرة السابقة انا يعني شرحت باليوتيوب اذا ترجع قلت لك كمثال على هذا على هذا الشيء هي اللي هي نعم لا تعيد هاي النقطة سعد لا تعيدها. يعني النقطة كالتالي هذا هذا الموضوع تقدر تعرف تتخيله من خلال العنوان. زين اذا كان عندنا محصلة القوة كونكرنت امتدادات القوة مثل يعني كونكرنت تتقاطع في نقطة او تلتقي في نقطة. راح اعطيك مثال هنا كونكرنت. شوف الكونكرنت شنو نعني به. هذا كونكرنت هسه عندك قوة هنا وعندك قوة هنا ثانية. اقدر اكمل امتداد هاي القوة لهنا وهاي القوة الاخرى هم اكملها فيصير تقاطع. هاي نقطة التقاطع يسموه كونكرنت يعني يلتقون تلتقي القوة الاولى F1 مع من؟ مع F2 يلتقون بنقطة واحدة. إذا قلت لك طبعا هاي الحالة هاي الحالة اللي هسه أنا رسمتها قوتين يلتقون بنقطة ولكن يقعون وين؟ بمستوى واحد فنسميها هاي كونكرنت كوبلانر يعني امتداداتهم من تلتقي الامتدادات وتقعون في مستوى واحد. زين إذا أني مثلا ما ردت كونكرنت كوبلانر يعني ردت النقاط تتقاطع في مكان واحد او القوة تتقاطع في نقطة واحدة ولكن ما تقع في مستوي واحد. مثال على هذا من اسوي تراجع يصير مشكلة بالفريم. يلا اوكي راح امسحها. زين زين مثال على هاي الحالة كونكرنت يلتقون بس ما يقعون على مستوى واحد. النون كوبلانر يعني ما يقع على مستوى واحد. فمثال عليها تخيل عندك انت محاور ثلاثية. هاي المحاور يعني من اقول لك ثلاثية 3 دايمنشن يعني مو مستوى بس اكس واي. لا عندي اكس عندي اكس وش عندي عندي واي وش عندي بعد عندي زد يعني بعد ثالث ثلاثة ابعاد. فإذا عندي قوة موجودة بهالمكان خلينا نفرض ان هاي اسمها F1 وعندي قوة موجودة بهالمكان اللي هي F2 اوكي وقوة اخرى هي هاي بهالمكان هاي F3. إذا تلاحظ ال F3 وال F2 وال F1 كلهم نسميهم concurrent. نعم تفضل من عنده سؤال؟ ماكو سؤال استاذ. واقعين بنقطة واحدة بالضبط يلتقون في نقطة واحدة. تمام حسنين حسنين عادل اوكي ما اعتقد سألنا حسنين ربعك ذولا ما اعرف يمكن متوهمين. على العموم فعندنا ثلاث قوى. هاي القوة مثل ما قال زميلكم كلهم كلهم امتداداتهم تتقاطع فاذا هي متقاطعين. بس شنو الاختلاف عن الحالة السابقة؟ هذول القوى لهم مستويات مختلفة لان هاي بالفضاء. هسه ال F1 تقدر تتخيلها واقعة بيا مستوى مستوى من وين؟ زد واي شوفوا. والقوة F2 واقعة بين من؟ بين الزد ومنو؟ الزد اكس صح؟ والقوة الأخرى اللي هي F3 واقعة بين من؟ بين الاكس ويا من؟ ويا الواي. فلذلك هاي شو نسميها؟ نسميها كونكرنت ملتقي بنقطة نون كوبلانر ولا تقع في مستوى واحد. زين فانت مباشرة لازم يتبادر ذهنك انه هذا الموضوع كل مسائله شو تصير عبارة عن قوة موجودة وين؟ بالفضاء. هاي شوف هسه قوة بالفضاء. هاي قوة F موجودة بالفضاء. شوف هاي القوة اذا اسوي مسقطها على اليمن على على هذا البلين شوف انتبه. هسه هذا شنو؟ هذا عندي X وهذا عندي Y وهذا عندي زد اوكي. الزد شوي مو واضحه. فاذا هاي النقطه نهاياتها او هذا الفكتور اذا اسقط على الاكس واي بلين شوف هذا هذا مكانه. اذا انت منا تباوع خط النظر مالتك هنا شو تشوف؟ هذا الفكتور شلون تشوفه؟ تشوفه عباره عن خط
هنا وين بالاكس واي. انا من اقول لك انت تشوفه من هنا تخيل عندك ضوء مسلط وعندك هذا تخيل عباره عن فيكتور، هذا الفيكتور مسقطه هنا عباره عن خط مستقيم واقع بين بين الاكس والواي. اوكي، فاذا هذا الفيكتور شنو هذا الفيكتور؟ له زوايا ويا الزد اكو فد زاويه لها تسميه، ويا الاكس لها زاويه، ويا الواي لها زاويه. فنجي هنا للرسم، هنا شويه الرسم سكيل ارتب يعني بالمحاضره. شوف هذا هو الفيكتور الاف اللي قلت لك عليه اني، وين موجود؟ بالفضاء. المسقط مالته بالاكس واي بلين هو هذا، شو مسميه؟ مسميه اف اكس واي، يعني هذا الاف الاف مسقطه بين من؟ بالاكس والواي بلين. زين ايش عندي؟ عندي الاف يصنع زاويه شنو اسمها؟ اسمها ثيتا زت، ويا من ويا زت، او نسميها جاما. زين ونفس الفكتور اف يصنع زاويه مع الواي اكسس اسمها ثيتا واي، او نسميها بيتا. و الفكتور اف يصنع زاويه مع الاكس اكسس اسمها ثيتا اكس، او نسميها الفا. هذني الثلاث زوايا كلش مهم نعرفهن. ليش؟ راح اشوفك شلون نستفاد من عندهم. هذا طبعا يولدون فد فيكتور اسمه، او فد كوساين، فد لو، فد قانون يسموه ايضا يسموه كوساين لو، بس هذا الكوساين لو يختلف عن الكوساين لو ذاك اللي اخذناه بالشابترات الماضيه. زين خلي بس اشوف شلون احاول اشوفك هاي التفاصيل. The resultant of concurrent non-coplanar force is a force only، هي قوة واحدة. While as we will be seeing later، مثل ما راح نشوف سابقا ان شاء الله لاحقا، مو سابقا لاحقا، the resultant of non-concurrent forces is a force or moment or both. هاي اتركوا ليها، خلي اتركوها اخر شيء. زين خلينا نجي على rectangular component in space. هاي rectangular component in space، هاي شرحت لكم اياها. تخيل انت عندك فيكتور، هذا الفيكتور موجود بالفضاء، هذا الفيكتور ممكن. تفضل، من عنده سؤال؟ تفضل حسين، حسين خالد تفضل. دكتور هسه بال 2 دايمنشن عندنا محورين، بلي الاكس محور اكس يصير سالب وموجب، محور واي سالب وموجب، بلي هذا هنا ثلاث محاور، هم يصير موجب. هم سالب وموجب لو إيه؟ بس موجبات؟ لا 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 هم سالب، تقدر تسوي، تقدر ماكو مشكله. هسه شوف الواي، هسه خليني اشوفك هنا بالواي فور. شوف هذا هسه الواي، هذا امتداد الموجب للواي صح؟ السالب مالته وين؟ هذا السالب، هذا سالب واي ناقص واي. بالنسبه للاكس ايضا هذا موجود، سالب سالب اكس، هذا السالب مالت الاكس. الزيت وين السالب مالته؟ للاسفل. فما عندي مشكله، يعني تفهم شلون؟ نفس القوانين اللي تنطبق على ال2 دايمنشن تنطبق على 3 دايمنشن، على الثلاثي الابعاد. اوكي؟ ما عندي اي مشكله بها. زين خليك. شكرا دكتور. هلا بك. نتفضل نكمل، نحاول نستمر لان شويه الوقت داهمنا. Frequently بالغالب it is convenient، يعني من الملائم، to resolve حتى نحلل a force in a space in three mutually perpendicular components، يعني من الملائم ان نحلل القوة الى ثلاث محاور متعامدة او مركبات متعامدة parallel to the three coordinate axes. راح تقول لي شنو هذا التفسير مال هاي الجملتين؟ تفسير الجملتين، شوف هسه انا من رسمت الفيكتور اف كملت امتداده ويا من؟ ويا الزيت اكسس، وخليت زاويه مقدارها 90. فهاي على مود اقول لك انه المحاور ريكتانجولر، المحاور كلها متعامده. تفهم شلون؟ يعني المركبه الافقيه للاف، او مسقط الاف، مسقط الاف على الاكس على الـ على الاكس واي بلين، اقدر اكمل الامتداد هذا شوفوا وزاويه 90. وايضا بعد ما اخذ المسقط اقدر اكمل هنا وزاويه 90. فايش صار عندي؟ صار عندي زوايا كلها 90، هنا 90 90 90 درجة. فهي نقدر نعتبرها ريكتانجولر، وريكتانجولر وين؟ بالثري دايمنشن. زين هذن الامتدادات اللي كملتين كلهم يوازون. شوف هسه هذا السي دي المن يوازي الواي اكسس، الاف دي يوازي من وين؟ يوازي الاكس اكسس. وش عندي؟ عندي البي دي يوازي من وين؟ يوازي الاف، العفو يوازي الزد. فهنا شوفوا شو نقول؟ The resultant force F could first be resolved into two components along AD
نقدر الاف نحلل الى تو كومبوننت، واحده من عندهن الانجل اي دي، وين الاي دي؟ هذا الاي دي، هذا وين الاي دي؟ اند اي اي، وين الاي اي؟ الاي اي هو هذا الاي اي للواي لزت العفو باي مينز اوف باراليلوجرام، باستخدام تتذكرون الباراليلوجرام، يعني تخيل عندك هذا اف وعندك هذا اف، تتذكرون المحصله وين تصير؟ تصير بالنص صح؟ بالباراليلوجرام. تخيلون شنو اللي يصير؟ هذا عندك اف زد وهذا عندك اف اكس واي، هذا وهذا اثنيناتهم تخيلهم بالضبط هاي قوتين، هاي قوه وهاي قوه، على المفاهيم القديمه مالتنا، مفاهيمنا القديمه اللي هي باراليلوجرام. فش نسوي احنا؟ نكمل الامتداد، العفو نكمل الامتداد هنا لهاي القوه، ونكمل الامتداد لهاي القوه، وتذكر انه هذا يوازي هذا وهذا يوازي من هو يوازي هذا. وهنا شنو عندي؟ عندي محصله، هاي المحصله، هذا هذا الجزء هذا تخيله كله وين؟ وين تخيله؟ تخيله هنا اللي هو اي بي دي اي، هذا هو نفس البارالوجرام، بس هالمره البارالوجرام وين صاير؟ بالسبيس، بالفضاء. طلاب واضح شنو دا اشرح؟ اي نعم استاذ واضح. زين، فهاي تفاصيل كلها احنا يعني تقريبا تكلمنا عنها هو هسه بالشرح، بس هنا شو نريد؟ نريد نجي نلقي منين نلقى الاف اكس، يعني خلينا نقول مسقط القوه اف على يمن على الاكس اكسز، ومسقط الاف على اليمن على الواي اكسس، ومسقط الاف على اليمن على الزد. فنجي شو نقول؟ عندي الاف اكس هي اف كوساين الزاويه ثيتا اوف اكس، شوف انتبه عليه، هاي الاف كوساين الزاويه ثيتا اوف اكس، وين الثيتا اوف اكس؟ هاي هي الثيتا اوف اكس، الزاويه المحصوره بين الاكس اكسس وبين من؟ وبين الاف، وهي نفسها هي اف كوساين الالفا، لان قلنا احنا ايش كاتبين؟ شوفوا ايش كاتبين؟ كاتب اما ثيتا اكس او الفا. وبالنسبه للواي هي اف كوساين الواي او كوساين البيتا، شوفوا هذا الاف ويا الواي شو يصنع زاويه؟ مقدارها مقدارها اما ثيتا واي او بيتا. والاف زت هي نفسها اف كوساين الزت او نفسها كوساين الجاما، هاي شوفوا فهذني الثلاث زوايا كلش ضروري نعرفهم، ليش؟ حتى نقدر نحلل القوة الموجودة بالفضاء باستخدام قانون الكوساين، بس هالمرة الكوساين بال 3D وليس الكوساين بال 2D اللي هو القانون اللي أخذناه. محصلة القوة F هي منين جاية؟ من فيثاغورس، بس هالمرة الفيثاغورس سابقا كان الفيثاغورس عندنا قوتين، هسه كم قوة؟ ثلاث قوة FX FY FZ. فشي يصير؟ يصير عندي FX تربيع زادن اف واي تربيع زادن اف زد تربيع، والزوايا هي ثيتا اكس الفا اف زد. نعم بالضبط، بس زد بس زد ضفنا تربيع تحت الجذر كله. فالزوايا هي ثيتا اكس اللي هو الفا، وثيتا واي هي بيتا، وثيتا زد هي جاما، ار انجلز بتوين ذا ريزلتنت فورس اف اند بوزيتيف كوردينيت اكس اكسس، وهي الجزء الموجب من الكوردينيت. The cosine of these angles are called directional cosine. تنتبه على اليمن على هذا الموضوع، هذا يسموه directional cosine. يعني كل وحدة يعني cosine الفا زائد cosine بيتا زائد cosine جاما يساوي طبعا كله بقانون يساوي واحد، يسموه directional cosine. The components can be also be the components can be also determined by setting the edges of the box represented component forces to the same scale in the diagonal representing the resultant. The resultant divided. اتركوا هذا الحكي، اخر شيء تقدرون تتركوه، ما عندنا مشكله به. خلينا نجي ناخذ مثال، المثال رقم 8 وننهي المحاضره. اوكي؟ بالمثال رقم 8، نعم. بالمثال رقم 8 شنو عندي؟ شوف اذا تلاحظ الامثله هنا بدات تتغير، شلون تتغير؟ اولا بها ثلاث محاور. تشوفون عندي الاكس وعندي الواي وعندي الزد. واذا تلاحظ انت القوه هنا ال 200 هي موجوده بالسبيس بالفضاء. اوكي؟ يعني ما مو واقعه، شوف الاف ما واقعه بين الزد واي بلين، لا. ولا بين واقعه بالمنطقه اللي اللي تحيط الاكس زد والواي زد والاكس واي بلين بالفضاء. واللي هو مثل ما شوفتكم اياه اني تقريبا يشبه هذا الرسم.
هاي الاف واقع في مكان بالفضاء. زين شو يريد من عندنا؟ اكسبرس يعني عبر عن اف، اكسبرس ذا اف شون يعني حاول تعبر عن اف الموجود هنا ان فيجر از ا كارتيزيان كومبوننت. يعني شو تحولها؟ تحولها الى كارتيزيان. ليش؟ لان هي اف الحاليه الان هي عباره عن شنو؟ عباره عن قوه مو كارتيزيان، عباره عن قوه اوكي هي بالفضاء، بس احنا نريد نحاول نلقي مركبات هاي القوه وين؟ على الاكس وعلى الزد وعلى الواي. مثل ما علمتكم طبعا بالسؤال، منطق السؤال منطيني هو ايش؟ منطيني قيمه القوه 200، الزاويه بين القوه وبين الواي اكسس 60، الزاويه بين القوه خلي اكبرها، الزاويه بين بين القوه والزد هي 45، والزاويه بين القوه وبين الاكس اكسس الفا ما معطاه بالسؤال، بالسؤال لك مو جيفن، مجهوله استاذ هي المطلوبه بالضبط. فشو نريد احنا حتى نحلل هاي القوه؟ نقدر نحللها الان على الاكس العفو على الواي وعلى الزد فقط. ليش؟ لان زواياهم معلومه. نقدر نقول 200 كوساين 60 طلعت الاف واي، و200 كوساين 45 طلعت الاف زد، بس ال200 كوساين الالفا ايش قد؟ الالفا ما عندي اياها فلازم القاها. اكو قانون قلت لكم اياه وحكيته اني، هو اللي هو كوساين لو يسموه العفو يسموه دايركشنال كوساين، مو كوساين لو يسموه دايركشنال كوساين. هذا وين اشوفه؟ احنا هنا سميناه دايركشنال كوساين هذا بالبولد، واصلا اطلق يعني حتى انت تنتبه عليه. فهنا عندي كوساين الفا كوساين تربيع الفا زائد كوساين تربيع بيتا زائد كوساين تربيع جاما يساوي واحد. تتذكرون عندنا قانون تتذكروه بالكارتيزيان اسمه بالدوال المثلثية كوساين تربيع الزاوية، بس ذاك لا العفو يختلف، ذاك الكوساين والساين يختلف هذا يختلف شوية. المهم هذا قانون تحفظه، وين تستخدمه وين؟ بال 3 دي كوساين الالفا تربيع زائد كوساين البيتا تربيع زائد كوساين الجاما تربيع يساوي ايش قد؟ واحد. زين انا عندي الجاما قيمتها ايش قد؟ 45، لان هي الزاويه المحصوره بين القوه والزد اكسس، والبيتا هي الزاويه المحصوره بين الواي والقوه اللي هي 60 تربيع، طبعا كوساين تربيع 60 زائد كوساين تربيع الالفا اللي هي مجهوله حاول القاها. اطبق هذا القانون راح القي الكوساين مال من؟ مالت الالفا. طبعا هذا الكوساين الالفا يطلع بلس ماينس 0.5، انا ما اريد الكوساين اريد الزاويه نفسها، فراح اسوي كوساين انفرس شنو؟ النصف اللي هو قد الزاويه 60 او ناقص 0.5 واللي هو قد الزاويه قد اما تكون 60 او تكون 120. زين هسه احنا خلينا ناخذ على 60، ليش ال 120؟ راح اقول لك شلون شنو معناته ال 120. ال 120 معناتها شوف الزاويه طبعا هاي اللي انا اريدها من لهنا حصلتها تطلع عندك بالقيمه الموجبه ايش قد قيمتها؟ 60 بالسالبه اللي هو سالب 120، فاذا كمل الامتداد مالت الاف للاسفل هاي الزاويه اللي لها قيمتين، اكو قيمه 120 واكو قيمه 60 درجه، اعتقد الجزء العلوي هو اللي هو 120، منا لهنا 120 ومنا لهنا هي 60. ليش؟ لانه اذا اخذ شوف هذا هو الاف اتجاهه، هذا الامتداد مال الاف، هاي الزاويه اللي هنا هي 120، فهاي 120 وهاي زائد 60 ايش قد تطلع؟ 180. وفعلا احنا الخط المستقيم ايش قد الزاويه مالته؟ 180 درجه. طلعنا الزاوية. تفضل علي. بس ما رفضت اكسترا تليفوني خلاص شحن، اذا ممكن ادز الرابط مع الحضور. ما اقدر ابني ادز الرابط مع الحضور، اول شيء انا راح ابيعكم. اوكي؟ راح ابيع اسماء. اوكي. خلي واحد من زملائك بس يبلغني. اوكي؟ اكو واحد بعد عنده سؤال؟ بس ابدا اكمل. اوكي فلقينا الزاويه اللي هي اما 120 او 60، فنجي عاد نطبق القانون اللي هو اف كوساين الفا 200 كوساين 60 100، وايضا عندي اف كوساين بيتا اللي هي 200 كوساين يطلع 100، والجاما هي الزاويه
طبعا اعتقد غلط هنا، هاي الزاويه هي اوكي صح، لا صحيحه، لان عندي انا 45 وحده طلعت وعندي 60 ب 60، فتطلع عندي هاي القوه او مركبات القوه على الاكس وعلى الواي وعلى الزد. ننهي لحد الان اذا ماكو سؤال، وخلي ناخذ حضوركم ونستمر. اكو سؤال طلاب؟ لا استاذ. اذا ماكو خلي وقت